استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه هذا اليوم معالي الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك للسلام على جلالته بمناسبة انتهاء فترة عمله أمينا عاما للمجلس. وأعرب جلالة الملك المفدى عن شكره وتقديره لمعالي الأمين العام على الجهود الكبيرة التي بذلها طيلة فترة توليه مهام عمله، مشيدا بمساعيه الحثيثة والمقدرة نحو تطوير منظومة عمل الأمانة العامة لمجلس التعاون وتحقيق أهدافها السامية ودفع مسيرة العمل الخليجي المشترك نحو آفاق أرحب بما يلبي تطلعات دول المجلس وشعوبه الشقيقة، ويرسخ دعائم الأمن والسلم والاستقرار على المستويين الإقليمي والعالمي. وأشاد جلالته بالإنجازات المحورية التي يواصل مجلس التعاون تحقيقها منذ انطلاق مسيرته المباركة على مختلف المستويات، معربا عن تمنياته الخالصة لمعالي الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني بكل التوفيق والسداد في مهامه الجديدة خلال الفترة المقبلة. من جانبه أعرب معالي الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني عن خالص شكره وتقديره لجلالة الملك المفدى على دعمه المتواصل ومساندته لمسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية الهادفة لتلبية تطلعات شعوبه، مشيدا بدور مملكة البحرين وإسهاماتها الهامة في البناء على ما تحقق من إنجازات وتحقيق المزيد من مكتسبات التكامل الخليجي المشترك. وقد قدم الأمين العام لمجلس التعاون هدية تذكارية إلى جلالة الملك المفدى بهذه المناسبة.